ميخفالكش جينا المعسكر مع المنتخب في ظرف قليل وقت قليل باش نحضروا المقابلتين تاع زامبيا وتاع بوتسوانا. الحمد لله خرجنا بنتيجة إيجابية من زامبيا. الظروف اللي كانت في المباراة درك عدنا مباراة بوتسوانا اللي رجعنا من سفر وخدمنا مع المدرب ومع الطاقم الطبي واسترجعنا اللياقة الحمد لله. ان شاء الله مقابله بالنسبه لنا احنا تحضير لمباراه كاس عالم، لانه احنا كما يعرفوا الشعب الجزائري اللي تاهلنا لكاس افريقيا، وهي مباراه نحضروا بها لكاس تصفيه كاس عالم اللي راح تكون مهمه بالنسبه لنا، اللي باش نعطوا كل شيء باش نترشحوا لكاس عالم ان شاء الله ونفرحوا جماهيرنا. وكما قلت لك مباراه صعيبه اليوم جايين نحضروا بها هذه المقابله تاع بوتسوانا نحضروا بها ان شاء الله.